أهلا وسهلا بيكم. أهم التوقعات للعام الجديد لأبو علي الشيباني. أهم التوقعات اللي قالها أبو علي الشيباني: موت رئيس روسيا وموت رجل الكويت. دايما بيطلع علينا أبو علي الشيباني بتوقعات غريبة ومرعبة، وما بيخافش وبيفضل يقول كل اللي هو عرفه. في الأول والأخير لا يعلم أبدا الغيب إلا الله، لكن بنقول لكم التوقعات دي عشان نربطها بالأحداث اللي هتحصل، وهل هتحصل فعلا وهل لا، ولأن أغلبكم بيطلبها وبيحبها، ولأن أغلبنا بيحاول يعرف المجهول. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك عشان نكون عيلة واحدة وأصدقاء. أبو علي الشيباني طبعا هو كان ضابط في نظام صدام حسين وانشق عنه وحكم عليه بالإعدام وهرب إلى أن ضاع حكم صدام حسين ورجع مرة تانية كفلك كبير وعالم روحاني ومتنبئ. أهم اللي قاله أبو علي الشيباني أو المثير للجدل جدا إنه اتكلم في حديث كذب المنجمون ولو صدقوا، قال إن ده حديث غير صحيح غير نبوي، وإن مصادره مش معروفة ومش من أهل البيت، وإنه يعني لهارون الرشيد وقال عنه حاجات كتير، ولكن كلنا طبعا بنؤمن إن لا يعلم أبدا أبدا الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو أي شخص مننا تنبأ بحاجة وحصلت فدي بتبقى هبة من الله، كل واحد بيبقى له قلنا الطريقة اللي بيتنبأ بيها، واللي ربنا وهبه طريقة توقعاته. المصادر بتاعتنا قناة الفجر الصادق اللي هي على اليوتيوب، أو القناة اللي بيعرض فيها على التلفزيون أو على الريسيفر، يعني في مصادر. هو قال دي هتكون أهم توقعات عام 2023، اختصرناها على قد ما قدرت، يعني على قد ما قدرت اختصرتها ولخصتها في نقاط معينة. هو طبعا بيطول جدا في الكلام، ولكن حاولت على قد ما قدرت ان انا اختصر الكلام. اسف على المقدمة الطويلة. نبدأ بتلخيص التوقعات لأبو علي الشيباني. بيقول ان الرئيس بوتين هيتعرض للاغتيال عام 2023. في 2023 هيحصل زلازل مرعبة مخيفة جدا، العالم هيشهد انحسار شديد في اقتصاد الإمارات وخاصة في دبي، والانحسار سيستمر للأبد. هيموت رجل الكويت في 2023، هترجع أمريكا تسلب السعودية عام 2023، هتقوم أمريكا بفرض قانون لمحاسبة السعودية، هتاخد أمريكا 2023 في العام 2023 تريليون دولار من السعودية بسبب أحداث قديمة وحادثة سبتمبر. زلزال هيهز الكرة الأرضية كلها. بيقول ستهتز الكرة الأرضية نتيجة زلزال في 2023، يعني هنا بيقول إن الكرة الأرضية كلها هتهتز. ستنهض الحركة السلفية والوهابية من جديد بصورة مرعبة في 2023. هيبحث الشيعة عن المخلص، وده بعد ما يتخلصوا من كبرائهم. هيحصل اختلافات كبيرة في تركيا وروسيا وأمريكا. سيقتل في عام 2023 أكتر من 150,000 شخص في إدلب. انفجارات كتيرة هتهز إيران. ستشهد تركيا زلزال.
دول كتير هتختفي من الوجود تماما ولن يبقى لها أي أثر. كانت أهم التوقعات للعام 2023. بننوه لأبو علي الشيباني طبعا عن كلامه وبمصادر موثوقة منه. بتمنى لو أول مرة بتشاهدوا القناة ما تنسوش نكون أصدقاء، وبتمنى إن نؤمن كلنا إنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده، عنده علم الغيب والشهادة. شكرا جدا لاستماعكم.